بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام من الله عليكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، وحلقة نهاية الأسبوع من برنامج نوافذ الحياة. البعض يعتقد، البارحة أنا قلت أنه باكر راح تكون آخر حلقة بالأسبوع، تصوروا أنه آخر حلقة بالموسم. لا، مو آخر حلقة بالموسم، بعدنا مستمرين وياكم إلى شهر رمضان العظيم إن شاء الله تعالى، ويكون عندنا في شهر رمضان العظيم إن شاء الله باكج خاص ودورة برامجية خاصة بهذا الشهر المبارك. أما إن شاء الله مستمرين وياكم من الآن وحتى نهاية شهر شعبان الأغر إن شاء الله تعالى. إذا حلقة جديدة وأكيد مميزة بمعيتكم من برنامج نوافذ الحياة في حلقة نهاية الأسبوع، اليوم القرعة الأسبوعية، فكثفوا من اتصالاتكم في فقرة المسابقات. إذا نجدد لكم التهاني والتبريكات أيضا بمناسبة ولادة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بعد أن استمرينا بالاحتفاء بهذه الذكرى العطرة للسيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن تعم الأفراح والمسرات بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. إذا نستعرض على حضراتكم محتوى فقراتنا المتجدد إن شاء الله. أولى الفقرات معنا هي فقرة حكمة اليوم عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واللي من خلالها يتحدث عن مراحل اتخاذ القرارات. الفقرة اللي بعدها هي فقرة المايك والناس، اليوم بتناولنا موضوع مهم جدا في هذه الفقرة، هو عن السياقة وأخلاقيات السياقة وقيادة المركبات في الشوارع. الفقرة اللي بعدها فقرة فوائد الموائد، راح نتعرف من خلال التقرير اللي أعديناه عن الفوائد الكبيرة اللي لا تعد ولا تحصى لصحة الإنسان جراء تناول البصل والثوم. الفقرة الأخيرة أكيد راح تكون هي فقرة المسابقات، واللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم للإجابة على أسئلتنا. ومثل ما نوهنا أنه اليوم هو آخر أيام الأسبوع، واللي من خلاله تكون عندنا القرعة الأسبوعية، واللي يترشح عنها فائز واحد حتى ينال على الجائزة المقدمة من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية، واللي من خلالها ينال جائزة هي عبارة عن درع مقدم من مجموعة الإمام الحسين الإعلامية، فضلا عن تبرك من ضريح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نبدأ مشاهدينا، ندعو جميعا ونرفع أكفنا بالدعاء إلى زميلنا العزيز الإعلامي في مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية السيد عماد بالشفاء العاجل، باعتبار أنه أجرى عملية في القلب، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه ويرجعه سالما غانما لممارسة الخدمة الحسينية من جديد. ومحتاجين دعواتكم إن شاء الله لجناب السيد عماد وكل المرضى، مرضى المؤمنين والمؤمنات في كل العالم إن شاء الله تعالى. إذا خلونا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم حكمة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خلي نتابع. حياكم الله مشاهدينا. يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث للمشورة وكيفية اتخاذ القرارات: طول التفكير يعدل رأي المشير. أعطانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مجموعة مراحل من خلال هذا الحديث، اللي احنا دائما يعني نتجاهل محتواه طبعا، ونتناسى أهمية الاستشارة في حياتنا، خصوصا أنه الإنسان مشاهدينا يمر بمراحل عمرية مختلفة، كل مرحلة من هذه المراحل العمرية تحتاج إلى مجموعة خبرات أو مجموعة مهارات لربما تفتقدها أو تفتقر إلها المرحلة العمرية، خصوصا في مرحلة مفترق الطرق اللي هي تكون مرحلة المراهقة والشباب.
باعتبار أنه الشاب طبعا لما نذكر الشاب يشمل الذكور والإناث، الشاب في هذه المرحلة العمرية بحاجة إلى أن يختار الطريق الصحيح، يرسم يخطط إلى مستقبله بالشكل الصحيح، وبالمقابل يفتقر إلى الخبرة أو المهارة الكافية في إدارة حياته الآنية والمستقبلية. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يترك شيئا أو جانبا حياتيا كسائر أهل البيت والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا وأعطونا إشارة فيه أو دستور بالإمكان أنه نسير عليه، وبالتالي نحقق الأهداف والغايات سواء المرحلية أو المستقبلية. أعطانا مراحل تفصيلية، أولى هذه المراحل هو التفكير. التفكير أنا عندما أريد أتخذ قرار معين علي أن أفكر مليا بالموضوع من كل الجوانب، حتى وإن كان العرض المقدم لي مثلا أو الهدف اللي أنا أريد أحققه هو فيه مجموعة مرغبات ممكن ينقلني من حال إلى حال، لكن يجب علي أن أتأنى قدر المستطاع وأدخل هذا الهدف في المرحلة الأولى، هي مرحلة التفكير مليا. يجب أن أفكر بالموضوع من كل الجوانب. المرحلة الثانية أنتقل إلى المشورة، مشورة ذوي الخبرة. لمن أستشير؟ أستشير أصحاب العقول الراجحة، الأكبر مني سنا، الأشخاص اللي خايضين تجارب، الأشخاص اللي أنا أعتقد بأنه هم ناجحين بحسب منظوري ومحققين مجموعة أهداف، فأكيد خاضوا تجارب قبلي وتلك المهارة فضلا عن عقولهم الراجحة. فأنتقل من مرحلة التفكير طبعا حتى إذا وصلت إلى حلول في مسألة القضية اللي أريد أقبل عليها، لكن لا غير أنه أستشير. وهذه المرحلة الثانية على اعتبار أني لربما أغفل عن جانب معين أو لا أنظر للموضوع من زاوية هي يركز عليها الغير وفاتتني في التفكير، فحتى أغربل وأصفي وأنقي حالة التفكير واتخاذ القرار نتيجة التفكير أعرض على المرحلة الثانية ألا وهو المشورة. أستشير ذوي العقول الراجحة، أصحاب الخبرة، أصحاب الاختصاص، ولا ليس فيها أي عيب إني عندما أطلب معونة الآخرين فيما يخص الاستشارة تحديدا أو طلب النصح من الآخرين. أنا أريد حياتي تتكامل، فيجب علي أنه أتوجه الوجهة الصحيحة للأشخاص اللي ممكن أنه ينفعوني في الموضوع اللي أنا أريد أحققه. طبعا هذه المواضيع يعني تختص بالأمور الكبيرة جدا اللي من خلالها ممكن أن يعني تتغير حياتي أو فيها انتقالة من وضع إلى وضع آخر. مثلا موضوع الزواج، أنا اليوم أريد أقترن بفتاة أو الفتاة التي تقترن بشاب، فخصوصا يعني موضوع الزواج هو موضوع مثلا يعتبر مصيري ومن خلاله يحدد نجاح الإنسان من فشله. فبنت يتقدم لها خاطب، لا تخلي في بالها أنه يعني فاتها القطار، هذه المصطلحات المحبطة جدا، أو جتها فرصة ممكن أنه تستثمرها، تنظر إلى جوانب وتهمل جوانب آخر. يعني للأسف كثير من الفتيات عندما يعني يتقدم لهم خاطب أول شيء ينظروا له هو وضع المادي، هل انه ميسور الحال، عنده سيارة، عنده بيت، راح يقعدني ويا اهله، شنو طبيعة عمله، مردوداته المالية شنو، وكل الامور اللي يفكرون بها هي امور مالية، والامور المالية اذا الانسان ركز عليها حقيقة راح يفشل ويعاني في مستقبله. الشاب عندما يريد يقترن خصوصا مع ازدياد متطلبات الحياة، لمن يفكر؟ يفكر يتوجه يقول لك أنا أخذ الموظفة أفضل من ربة البيت، باعتبار أنه الموظفة راح تساعدني براتبها، راح تساعدني بأمور المنزل، راح أستفاد منها ماديا بالوقت اللي أنا يعني أواجه صعوبات هي ممكن أنه تنتشني. لا يكون التفكير خصوصا في مسألة الزواج إخواني أخواتي منصب في خانة الأمور المالية والأمور الاقتصادية. خب إن كانت هي مطلوبة أمر يعني مسلم إلى، لكن لا نخلي الشيء الأساسي في حياتنا.
اخذ ربة بيت وتكون داعمة إلي، تكون يعني مفكرة معاي، متعايشة معاي في السراء والضراء، ومستشيرة توجهني وتساعدني، تربي أولادي تربية صحيحة، أفضل من عشرات الموظفات اللي ممكن أنه تنشغل عن أفضل عن الأساسيات في الحياة الأسرية. طبعا هذا مو حتى يكون عزوف عن زواج الموظفات، بالعكس أكو موظفات أو نساء عاملات قادرات على إدارة أعمالهن الخارجية وأعمالهن الداخلية في البيت، ويتمتعن بمهارة عالية جدا فيما يخص تقسيم الوقت والإدارة. وحقيقة نكون كل الاحترام والتقدير لهكذا نساء عاملات وفاعلات داخل أسرهن. لكن إنه لا ينصب تفكيرنا سواء الفتاة أو الشاب على الأمور المادية فقط على اعتبار أنها زائلة. خلي ننظر إلى الأخلاق، إلى التربية، إلى الأساس لهذه الأسرة، باعتبار أنه التربية الصالحة، التنشئة السليمة، العقل الراجح هو من يزرع السعادة ومن يؤسس للسعادة في الحياة الأسرية. فيما يخص الاستشارة، فجميل أنه مثلا فتاة يتقدم لها خاطب معين، أعرض الموضوع على بعض الأشخاص بعد أن أفكر بالموضوع من كل جوانبه، يعني يكون عندي تفكير من كل الجوانب ومن كل الزوايا، بعدها أستشير. مثل ما ذكرنا الاستشارة تكون لأصحاب العقول الراجحة اللي عندهم خبرة، ولا أتوجه إلى الأشخاص المثبطين أو المحبطين اللي ينظرون إلى الحياة نظرة تشاؤمية، لا بالعكس، خلي أعرف لمن أختار ولمن أستشير. فضلا عن ذلك يجب أن الشخص اللي ممكن أتوجه له بالاستشارة وأطلب منه النصح أتأكد مليا من موضوع أنه يريد لي الخير، يعني مو ينافسني على قضية معينة أو يمتلك بعض الحسد أو الغيرة أو بعض الصفات السلبية اللي ممكن أنه يعني تضر بي، فبالتالي راح تكون العملية عكسية، ممكن أنه ينصحني لكن تكون نصيحته بالضد، ضد مصلحتي أو ضد الخير الذي أريد أن أقدم عليه. قررت، فكرت، عفوا، فكرت بالموضوع من كل جوانبه، انتقلت إلى المرحلة الثانية، مرحلة الاستشارة، علي أنه أنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي العزم. أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأعزم على هذا الموضوع أو أقدم على هذا الموضوع. يجب أن أمتلك الطاقة الكافية لتحقيق القرار اللي أنا توصلت له نتيجة التفكير ونتيجة أيضا الاستشارة. هذه أهم المراحل اللي أعطاها إنه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يخص اتخاذ القرارات. حتى تكون قراراتنا صحيحة، قراراتنا مدروسة، يجب أنه أني أمررها بهذه المراحل الثلاثة، بالتالي راح أكون قادر على إدارة حياتي بشكل صحيح. البعض لربما يقول أني الفرصة إجتني مرة ما عرفت أستثمرها. الخلل بيك أنت، ليش؟ لأنه أنت ما مررت هذه الفرصة على المراحل الثلاثة اللي هي مرحلة التفكير ومرحلة الاستشارة ومرحلة العزم. إن أخفقت في أي جانب من هذه الجوانب ما راح تتخذ القرار الصحيح بانتهاز الفرص في حياتك. هذا الموضوع طبعا متشابك، هذا الموضوع مهم جدا على اعتبار أنه الإنسان مهما بلغ من مراحل عمرية، مهما بلغ من خبرات، مهما بلغ من مهارات، فهو بكل تأكيد يكون بحاجة إلى الاستشارة. ولنبتعد كل الابتعاد ولنحذر كل الحذر من أن ينتابنا في بعض الأحيان النرجسية أو التكبر أو التعالي عن اتخاذ يعني هذا الأسلوب فيما يخص الاستشارة. الإنسان بطبيعته هو يتعلم، وليس فيه عيب إن أطلب المشورة من حتى وإن كانوا أقل مني عمرا،
فلا يكون عندي حالة من النرجسية أو التكبر أو التعالي على الآخرين، وأني أعتبر نفسي عالم في كل شيء، وبالتالي أقع في مطبات لا حصر لها. خلونا دائما نتمتع بهذه الروحية، بهذه الأريحية إخواني أخواتي، ونتشارك في عقولنا حتى يكتمل مجتمعنا، وبالتالي يعني يصل إلى مصاف الرقي والكمال اللي كلنا نطمح إليه. إذا تعافت أنفسنا من درن التكبر والنرجسية والتعالي، فبكل تأكيد مجتمعنا راح يتكامل ويصبح أو يصل إلى أعلى مصاف الكمال في مختلف الأبعاد. أكتفي بهذا القدر، وأتمنى أنه رسالة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصلت ونفذت إلى القلوب والأرواح والعقول، ونستفاد غاية الاستفادة مما يقوله أمير المؤمنين الذي أوصانا بكل ما يتعلق بمفاصل حياتنا. خلونا ننتقل إلى محطتنا التالية، محطة المايك والناس. ومثل ما نوهنا، الموضوع في هذه الفقرة اليوم موضوع مهم جدا، يتحدث عن قيادة المركبات والسياقة، وهذا الشعار اللي حقيقة بتنا نفتقده ونتذكر، وخصوصا هذا الجيل هو سامع، يمكن البعض منا والبعض منا ما سامع به، أنه السياقة فن وذوق وأخلاق. خلينا نشوف الناس شنو راح يتحدثون، خصوصا اللي يذكرون هذا المصطلح وهذا العنوان. وإن عودة وياكم. شكرا لفقرة المايك والناس. بهذه المناسبة نحب نتكلم حول موضوع السياقة والشارع والناس وكيفية حماية الناس من خلال ثلاث ركائز، وهي الفن والذوق والأخلاق. يجب أن يكون وعي عند الناس أنه ما يجبر السائق على الوقوف في أي مكان، ولا السائق يقف مثل ما يحب أو حسب ما تقتضيه الحاجة من أجل أن يكسب مواطن أو راكب من أجل زيادة الدخل وإضرار بالمرور أو بالحركة المرورية وإضرارها بالصالح العام. ما نشاهده من تطور والعالم اللي سبقنا بترتيب المرور وحماية الأنفس وحماية الممتلكات، ما نعتمد فقط على الدولة، الإنسان يجب أن يكون هو بذاته حريص على حماية ممتلكاته وممتلكات الآخرين، سواء كان سائق أو راكب أو راجل. فهذه الأمور يجب أن نركز عليها إخواني. بهذه المناسبة نحب نشكر من هاي الفقرة اللي سمحت لنا الفرصة أن نتكلم بهذا الموضوع. شكرا لفقرة المايك والناس. أنا أقدم لك نفسي سائق، السائق يجب ان يتمتع يكون عنده ذوق وفن واخلاق بالسياقه، ومن يمشي بالشارع يجب ان يلتزم الاشارات المروريه، ومن يطبق على صفحه، واذا واحد اشار له ما يعني مو بسرعه يطبق، لازم يباوح يسرى ويمنى وانه بيجي يطبق، ويحترم الاكبر منه بالسياقه. وشكرا. حياكم الله مشاهدينا، ذكرونا بالأيام الحلوة. هذه الحكمة اللي يقول السياقة فن وذوق وأخلاق، حقيقة كنا نعيشها في السابق، لكن للأسف اليوم باتت تذوب هذه الحكمة وسط حالة الزحام الشديد، وسط عدم الخبرة في قيادة المركبات. الجيل الجديد للأسف ما يمتلك الخبرة الكافية والمهارة الكافية في كيفية التعاطي مع الشارع. يعني احنا كثير نعاني لما نقود مركباتنا، خصوصا اللي كان يمتلك مركبة من سنوات طويلة وفاهم
عفوا او دارك شنو معنى السياقه، شنو الفن بالسياقه، شنو الذوق بالسياقه. انا حقيقه في احدى السنوات كنت في احدى الدورات العالميه في لبنان، بقيت فتره من الزمن، لاحظت انه رغم الانفتاح الموجود او الحاصل، لكن اكو ثقافه في بيروت تحديدا انه هنالك احترام وتقدير للشخص الذي يعبر الشارع، حتى وان كان يعبر الشارع من غير مناطق المخصصه للعبور. يعني بمجرد ان يعبر الشخص من الرصيف الى الرصيف الاخر، كل السيارات يعني يشغلون دبل الاشاره و يعني يقللون من سرعتهم ويتوقفون، حتى وان كان الخط هو سريع يتوقفون الى ان يعبر هذا الشخص ويصل الى بر الامان، ثم يبداون بالتحرك. يعني هنالك احترام كبير جدا للشخص الذي يعبر الشارع، ربما يكون مستعجل، وان كان احترام القوانين والعبور من المناطق المخصصه للعبور هو حاله صحيه وحاله ثقافيه. لكن اللي شفته حقيقه في هذه الدوله والكثير من الدول انه هنالك احترام الى الشخص خصوصا الراجل حفاظا على حياته. اضف الى ذلك يعني موضوع حتى المطبات. اليوم احنا في الشوارع بالعراق عموما هنالك مطبات في اماكن يعني تكون حقيقة غير صالحة، يعني ممكن انه تضر السيارات، ممكن انه تتسبب بحوادث كثيرة هذه المطبات واللي بغير مواضعها. اضف الى ذلك يعني حتى المطبات الموجودة اكو خطة موضوعة من قبل الدوائر البلدية في كل دول العالم تضع مطبات بحيث انه يعني تجد حاجة ملحة الى هذه المطبات مو وين ما كان. احنا للأسف اليوم صاحب محل عنده محل تجاري على الشارع العام ممكن انه يعمل مطب من دون اي حساب او اي رقيب، صاحب مقهى مثلا يضع مطب امام المقهى مالته، صاحب بيت على الشارع العام ممكن انه يضع مطب، لما تسأله يقول لك والله انا اريد احافظ على سلامتي وسلامة زبائني مثلا اذا كان عنده فد محل تجاري او ما الى ذلك. وهذا حقيقة مخالف للقوانين، مخالف حتى الأعراف. الشارع مو ملكك الخاص، الشارع هو ملك الجميع. يجب علينا أنه نفعل هذه الحكمة من جديد وتتضافر جهودنا حتى دائما نتذكرها ونضعها نصب أعيننا، أنه دائما نتذكر السياقة فن وذوق وأخلاق، باعتبار أنه الشارع ليس من الممتلكات الخاصة بل هو ملك للجميع. جميل أنه طبعا هذا أيضا يعود الأمر إلى مديريات المرور ومديريات البلديات في كيفية تكثيف الجهود من أجل وضع الشواخص، العلامات الدالة، تخطيط الشوارع، الأرصفة، العلامات الضوئية، الإشارات المرورية، حتى يعني يمتلك المواطن شيء فشيء في الثقافة. فضلا عن ذلك يجب أن تقوم مديريات المرور بحملات توعوية تثقيفية، يعني ما يقتصر دور رجل المرور على تسيير حركة الشارع ومرور السيارات، لا، يجب أن تكون هنالك كوادر متخصصة لتعريف الجيل الجديد خصوصا من أصحاب المركبات. يعني كل متقدم لإجازة السوق من المفترض أن يدخل دورة تأهيلية في دائرة المرور تحديدا من قبل كوادر متخصصة، على أقل تقدير يعطوه المعلومات الأساسية للسياقة، يعرفوه. يعني احنا قبل كان اللي يحصل على إجازة سوق، هذه قبل تقريبا 20 أو 30 سنة، يعطوه كراس خاص بالتعريف على علامات المرور، يدخلوه اختبار امتحان في ما يخص هذه العلامات وكل الأمور المتعلقة بالشوارع وحركة المرور. فجميل أنه تكون هنالك شعبة أو قسم أو أشخاص متخصصين في دوائر المرور تحديدا، أنه الشخص قبل أن يمنح الإجازة، إجازة السوق، يدخل في هذا المكتب أو هذا
قسم، خلي نطلق عليه أي اسم، التأهيل، تأهيل قيادة المركبات، الورش التدريبية للتأهيل للقيادة، أي عنوان. المهم أنه أكو أشخاص متخصصين يدخل السائق في دورة وإن تكون سريعة، بعدها يتم اختباره عمليا في قيادة المركبة ثم يمنح إجازة السوق. ما يصير أنه أنا أمنحها لكل من هب ودب، وبالتالي تحدث هذه الفوضى في الشوارع. احترام القوانين، احترامنا للقوانين كمجتمع حقيقة يدل على حالة صحية ويدل على رقي وثقافة المجتمع. نسأل الله الصحة والسلامة إلى قائدي المركبات وكذلك المواطنين الرجالة أو اللي حقيقة اللي يسيرون على أقدامهم حقيقة، فهي عملية تكاملية وأحدهما يكمل الآخر. خلونا مشاهدينا ننتقل وياكم إلى محطتنا الثالثة، هي فقرة فوائد المواعد، واللي من خلال هذا التقرير اللي أعديناه راح نتعرف على فوائد البصل والثوم. خلينا نتابع بعدها ننتقل وياكم إلى استوديو المسابقات حتى نبدي بمسابقاتنا لنهاية الأسبوع. فوائد المواعد، خلينا نتابع. فوائد البصل والثوم. الثوم والبصل أحد المكونات الأساسية التي تدخل في إعداد الكثير من الأطعمة، ليس فقط من أجل إكساب الطعم مذاقا خاصا، بل نظرا لكثرة فوائد الثوم والبصل المطبوخ التي سوف نستعرضها لكم، موضحين الفوائد والمنافع الصحية التي تعود على الجسم من تناول الثوم والبصل المطبوخ. يعد الثوم من المكونات الأساسية في العديد من الأطعمة الشرقية والغربية، ويمكن تناوله نيئاً لعلاج بعض الأمراض بجانب تناوله مطبوخاً في معظم الحالات. يمكن الاعتماد على الثوم المجفف في إعداد بعض الأطعمة كبديل للثوم العادي إذا تعذر الحصول على الثوم العادي، وهو من النباتات التي تزرع في جميع أنحاء العالم نظراً لأهميته. أما البصل فهو أحد المحاصيل الأساسية التي تزرع في العالم، وقد عرف البصل منذ أكثر من 5000 عام، ويعد البصل من الأعشاب المعمرة التي تنمو على ارتفاعات كبيرة، وله أوراق اسطوانية مجوفة، وله أزهار بيضاء اللون، ويوجد منه العديد من الأنواع، منه البصل الأخضر والأبيض والأحمر. ويحتوي البصل على كمية كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين جيم والكربوهيدرات والفولات والسعرات الحرارية وغيرها الكثير من العناصر المتنوعة والمفيدة جدا لصحة الجسم. أما فوائد الثوم والبصل المطبوخ معا فيمكن إجمالها بالآتي: الحفاظ على صحة القلب. يحتوي كل من الثوم والبصل على عنصر البوتاسيوم الذي ينظم عملية ضغط الدم، كما أنه يحفز وصول الأكسجين في الدم، وبالتالي زيادة معدل نسبة الكوليسترول الجيدة في الدم والتخلص من نسبة الكوليسترول الضارة. هذا كله يقي الإنسان من الإصابة بالأزمات القلبية أو انسداد الأوعية الدموية. علاج الالتهابات. يحتوي كل من البصل والثوم المطبوخ على مواد مضادة للالتهاب، وبالتالي فهما يساهمان في وقاية الجسم من التعرض للالتهابات المختلفة التي تصيب المفاصل، العظام، اللثة وغيرها. اكتساب الطعام مذاقا خاصا. فالكثير من الأطعمة التي لا غنى عن دخول الثوم والبصل في إعدادها لأنها تكسب الطعام مذاقا خاصا. وقاية الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية. يحتوي كل من الثوم والبصل على مواد مضادة للأكسدة، تعمل هذه المواد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية مثل سرطان الدم، سرطان الثدي، سرطان البروستات، وسرطان الأمعاء وغيرها. صحة والسلامة إن شاء الله مشاهدينا متابعينا،
وأكيد فوائد البصل والثوم لا تعد ولا تحصى، وإن كانت يعني بروائح ما مرغوبة، لكن أكو يعني ممكن نتناول بعض الأمور اللي تخفف من الريحة أو الرائحة الكريهة نتيجة البصل والثوم، مثلا تناول النعناع، تناول الليمون، أو تناول البصل الثوم بالليمون تحديدا، بفوائد كبيرة والرائحة أيضا يقضى عليها تماما. تناول التفاح خصوصا التفاح الأخضر بعد تناول البصل والثوم أيضا يزيل الرائحة الموجودة من مخلفات الثوم أو البصل. أمور كثيرة ممكن أنه نتناولها حتى تخفف من الرائحة الكريهة نتيجة تناول الثوم والبصل، لكن بالمقابل الفوائد كبيرة جدا لا تعد ولا تحصى. يفضل طبعا وينصح خبراء التغذية أنه يؤكل البصل والثوم ني من دون أن يطهى، وإن كانت يعني طهي الثوم والبصل بفوائد وتنعكس هذه الفوائد، لكن الفوائد تكون قليلة، ويفضل أكل أو تناول الثوم والبصل ني حتى يكون إلى فائدة كبيرة على صحة الإنسان. وصلنا وياكم مشاهدينا أحبتنا إلى فقرة المسابقات، وهذه أرقام الهواتف مهيئة أمامكم لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة الزهراء عليها السلام والإجابة على أسئلتنا. ويانا أول اتصال من نضال من بابل. السلام عليكم يا نضال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نضال، المتابعة لبرنامج نوافذ الحياة على الدوام، شكرا لمتابعتك يا نضال. ودع للشفاء السيد عماد بالشفاء العاجل لعمي. الله يبارك بكم. اي والله ادعوا له وادعوا كل المرضى انه يشافيهم ويعافيهم. الله يبارك الامام العباس والامام الحسين، بارك الله بكم، بالشفاء العاجل، بارك الله بكم. يلا نسمع. عندي طلب يمنا ويم عباس، عندي طلب يمنا ويم عباس، ينصاب حلقة سيد عماد، ينصاب حلقة سيد عماد، الله يبارك بكم. شكرا شكرا لهذا الوفاء، شكرا لهذا الوفاء، شكرا لهذه الكلمات. يعني دعواتنا جميعا الى جناب السيد عماد بالشفاء العاجل وكل الكادر العامل في هذه المجموعه المباركه وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، بارك الله بكم يا نضال، نشكركم ان شاء الله تعالى. الله يبارك بكم. يلا نضال جاهزه للسؤال؟ يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. سؤالك يقول يا نضال، ماذا يسمى صغير الضفدع؟ ماذا يسمى صغير الضفدع؟ شرخوف او شرغوف، بربوف، مايكروف؟ شنو يسمى صغير الضفدع؟ مايكروف. نعم مايكروف. زين راح اقول لك مو مايكروف، بقى عندنا شرغوف وبربوف، اختاري واحد منهم وركزي قبل لا تجاوبين. سؤال صعب شوية مو؟ يلا عدة شرغوف وبربوف. شرغوف؟ يلا تقول شرغوف. أحسنتي، جواب الصحيح وإن كان صعب لكن ساعدناك ودخلتي ويانا القرعة. صغير الضفدع هو شرغوف يا نضال، بارك الله بيك. نعم اتصال اخر. ابو عباس من صلاح الدين. السلام عليكم ابو عباس. السلام عليكم. حياك الله يا ابو عباس، مية هلا بيك. شلون الصحه ابو عباس؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله بخير، اذا انتم بخير يا ابو عباس بارك الله بيك. يلا ابو عباس نسالك السؤال. نعم يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا ابو عباس. سؤالك يقول يا أبو عباس، ما الغاز الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف الجوي؟ هل هو النيتروجين، الأوزون، أم الأكسجين؟ ما الغاز الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف الجوي؟ هل هو النيتروجين، الأوزون، أم الأكسجين؟ يلا أبو عباس اعطيني جواب. الأوزون؟ أوزون؟ نعم. الأوزون؟ نعم. اثبت على الجواب. نعم. يقول الأوزون يا حسين اللامي. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسن جوابك صحيح يا أبو عباس، اللهم صل على محمد وآل محمد، بارك الله بيك. والأوزون هو الجواب الصحيح. نعم
اتصال اخر. هذا دورك اليوم راح يمتلي ان شاء الله. يلا هذه الارقام مهيئة امامكم مشاهدينا، واليوم الجائزة الاسبوعية، كثفوا من اتصالاتكم. ويانا هادي من الحمزة الشرقي، السلام عليكم يا هادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، مية هلا بيك يا هادي، بارك الله بيك. شلون الصحة يا هادي؟ والله الحمد لله. انت عادة تشاهد البرنامج من مكان عملك؟ اي من مكان عملي. اكو حد يشاهد البرنامج وياك؟ اي محل تبديل الدين. ها ما شاء الله ما شاء الله. يعني اكو زملائك بالعمل يشاهدون البرنامج؟ اذا سلم لي عليهم واحد واحد وشد على ايديهم باعتبارهم اشخاص كادحين يسعون على جلب لقمة العيش بالحلال. بارك الله بجهودكم وجهودهم وجهود كل كادح حقيقة يعمل من اجل انه يواصل حياته ويكسب لقمة العيش بالحلال. بارك الله بيك وبيهم يا هادي. يلا ابلغهم سلامنا وتحياتنا. الله يبارك بيك. يلا هادي جاهز للسؤال؟ يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا هادي، وخلي أصدقائك يشاركوك. ما هو الغذاء الأساسي لثلث سكان العالم؟ هل هو الرز أم الدقيق أم البطاطا؟ الدقيق. الدقيق؟ إيه. زين راح أساعدك وأقول لك مو الدقيق، ثلث سكان العالم الرز. إيه. هو لو التمن لو الطحين أكيد بقى التمن. خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنت، الرز هو الغذاء الأساسي لثلث سكان العالم. ودخلت ويانا للقرعة. ويانا فاطمة من بغداد، السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بيك يا فاطمة، أسعد الله أيامكم. نبارك لكم وللأمة الإسلامية ولادة سيدتي وملاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. أحسنتم، وجعلكم الله من الفاطميات السائرات على نهج السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. ان شاء الله. فاطمه ريت اسالك شلون مستواك الدراسي؟ ان شاء الله تمام؟ الحمد لله زين. متفوقه؟ ان شاء الله. اي عافيه، بارك الله بيك، لانه انت اسمك على اسم السيده فاطمه الزهراء، يجب ان تكوني متميزه بكل شيء. ان شاء الله. بالعفه، بالتفوق، بكل الامور يجب ان تكوني متميزه اكراما لهذا الاسم اللي انت حاملته يا فاطمه. نعم. الله يبارك بيك. يلا فاطمة عندك مشاركة نسأل السؤال؟ ما محاضرة. يلا ما يخالف، ما راح أقلل من درجتك. خلينا نشوف السؤال الخاص بيك يا فاطمة. السؤال يقول ما عدد الدول الموجودة العربية الموجودة في قارة أفريقيا؟ ما عدد الدول العربية الموجودة في قارة أفريقيا؟ 10 دول عربية، 9 دول عربية، 12 دولة عربية في قارة أفريقيا تحديدا. أقول 12 دولة عربية. 12؟ مو شوفيهن هواية يعني بس بال بس بالأفريق. نعم. 9. 9 دول. نعم. ثابتين. نعم. زين. فاطمة. نعم. ركزي وياي. طبعا راح اقول لك مو 9 دول. حسين اللامي خليك وياي مكنك يعني نوبات، خليني باحراج ويا المتصل ما اعرف شنو اجاوبه. تخليش على السؤال الجواب الاول ولا تبدلين؟ الاول 10 12 10 12. حيرتيني، ساعه تقولي 12، ساعه 9، ساعه 10. 12 ثبتين. نعم. يلا ثبت على 12. 12 جواب الصحيح. أحسنتي سين اللامي، راح أحملك المسؤولية كاملة لهذه الحيرة اللي خليتني بيها، لأنه ما أسعفتني وخليتني بحيرة أنا وفاطمة. يلا سيد حسين من واصل، السلام عليكم يا سيد حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا بهالصوت. شلونك يا عيني؟ شخبارك؟ شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ شلونك أغاتي؟ الله يسلمك. حلوة اللهجة العراقية ها حسين؟ اي كلش حلوة، بها نكهة. اي طيب شو عندنا غيره؟ الله يبارك بيك، الله يحفظ بلدنا وشعبنا وناسنا واهلنا طيبين ان شاء الله. يلا سيدنا جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا سيد حسين. السؤال يقول في اي القارات تقع دولة فلسطين؟
في أي القارات تقع دولة فلسطين، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا؟ سؤال سهل، أريد جواب سريع. أفريقيا. أفريقيا؟ نعم. أنا هذا ما راح أنطي به مساعدة، يلا ما راح أنطي لأنه سهل. شنو؟ في أي قارة تقع دولة فلسطين؟ نعم. في أفريقيا أم في آسيا أم في أوروبا؟ آسيا. إيه يعني الطامة الكبرى لو قايل لي أوروبا هسه أعوف المسابقة وأروح. آسيا. يلا ثبت على آسيا. نعم. أحسن، جوابك صحيح، في آسيا تقع دولة فلسطين المحتلة. إذن دخلت ويانا القرعة يا سيد حسين ونتمنى لك الفوز. عندنا سيد حسين الآخر. نعم نعم، عندنا سيد حسين أيضا من الديوانية لكن انقطع الاتصال. ويانا دنيا من واسط. السلام عليكم يا دنيا. وعليكم السلام. دنيا أنت عندك حق الفيتو، يعني سواء تجاوبين ما تجاوبين أنت داخل القرعة ويانا، لأنه عندك فوز بأحد أيام الأسبوع. هذا اسمك دنيا من واسط، فايزة ويانا. نعم. بأحد الحلقات، فإن شاء الله تجاوبين أو ما تجاوبين أنت داخل ويانا القرعة. عموما تحبين نسأل السؤال؟ أي نعم. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا دنيا. نعم. السؤال يقول اذكر اسم الدول المصدرة للبترول، أوبك، أوابك، نوابك. الدول المصدرة للبترول شنو اسمها؟ أوبك، أوابك، أم نوابك؟ سؤال سهل، يمكن ناخذينا بالجغرافيا ابن الثالث متوسط. أوبك. أوبك. نعم. ثبتين؟ نعم. نعم. اي نعم. واثقة من اجابتك؟ نعم واثقة. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. اوبك، احسنتي، هي اسم الدول المصدرة للبترول يا دنيا، وهذه ورقتك راح اعلقها لانه انت اصلا داخلة ويانا بالقرعة الاسبوعية. شكرا لمشاركتك يا دنيا. نعم. اتصال اخر، هذه ارقام الهواتف مهيئة امامكم مشاهدينا احبتنا للاجابة على اسئلتنا. ويانا اتصال من يا محافظة. نعم لا يجهز الاتصال. يلا يلا انطوني الاسم شباب، انطوني الاسم. كامل جودة من بغداد. السلام عليكم يا كامل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، افتقدناك هذا الأسبوع كامل جودة، ما يعني إن شاء الله غيابك على خير وسلام. وعك صحية بس. وعك صحية إن شاء الله، صحة والسلامة يا كامل، وشفاء لكل المرضى إن شاء الله تعالى. أهم شيء تكون بخير وصحة وسلامة أنت وسادة المشاهدين. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يلا كامل جاهز السؤال؟ إن شاء الله جاهز. يلا إن شاء الله جاهز السؤال، وخلينا نشوف السؤال الخاص بك يا كامل جودة. السؤال يقول كم عدد العضلات في جسم الإنسان؟ إيش قد عدد العضلات بكل جسم الإنسان؟ 520 عضلة، 420 عضلة، 620 عضلة. العضلات 620. 620؟ نعم. أعتقد جوابك مو دقيق، أعتقد يعني. نعم 500؟ لو دقيق ها دقيق كامل دقيق جوابه. لا ثبت بس قول لي ثبت. والله ثبت والله كريم. يلا يثبت والله كريم على 620. انا تغلطك بس ما نفع وياك الموضوع. احسن جوابك صحيح، 620 عضله بجسم الانسان. جوابك صحيح ودخلت ويانا القرعه يا كامل جوده. وليد من واسط. السلام عليكم يا وليد. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة يا وليد؟ الله يسلمك حبيب رحمة الله وديك. شلونك أخبارك؟ شلونهم أهل واسط؟ والله الله يسلمك. أنا كلش أحب أهل واسط حقيقة، يعني أهل طيب وأهل كرم وأهل جود، ومع اعتزازنا بكل المحافظات العراقية. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يلا وليد أنا دائما أنحاز لأهل واسط. نشوف السؤال. السؤال يقول في أي قارة يوجد نهر الأمازون؟ في أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أم أوروبا؟ أمريكا الجنوبية إن شاء الله. ما شاء الله زين مذاكر زين. يلا جواب الصح خلينا نشوفه.
أمريكا الجنوبية يقع نهر الأمازون، وجوابك صحيح ودخلت ويانا للقرعة يا وليد. ويانا آخر اتصال إلهام من البصرة وختامها مسك. يا إلهام السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك أستاذ محمد؟ أنا بخير إذا أنتم بخير يا أخت إلهام، بارك الله بيكم. والله إن شاء الله عساك بألف ألف خير إن شاء الله. يسلمكم يحفظكم جميع كل الأخوة. بارك الله بيكم يا إلهام، شكرا لكم. الله يحفظكم. الله يسلمك. عندي قصيدة على أم البنين أقرأها نيابة بالشفاء سيد عماد الحكيم إن شاء الله، بس يا ريت تكون مختصرة لأنه أنت آخر اتصال حتى نجري القرعة. يلا ان شاء الله. الله وهذا اسمك راح ادخله، هذا اسمك راح ادخله اكراما لهذه المشاركه. يلا انت اخر اتصال ويانا. يلا نسمع. انا ام البنين ودهر زبني انا ام البنين ودهر زبني، حقي لو صحت يا حسين يا ابني، حقي لو صحت يا حسين يا ابني، فقد الاربعه يهون وحسين التباني، فقد الاربعه يهون وحسين التباني. احسنتم، طيب الله انفاسكم. هم البنين ان شاء الله الشافي سيد عماد. امين يا رب العالمين. سيد عماد اخونا وعزيزنا بالشفاء العاجل ولكل المرضى ان شاء الله. وغالي. شكرا لاتصالكم، واني خليت اسمكم بالقرعه. خلينا نجري القرعه مشاهدينا، القرعه الاولى اللي من خلالها حتى نشوف من اللي راح يفوز ويانا بالقرعة. وليد من واسط هو اللي فاز ويانا بالقرعة اليومية. وليد من واسط يلا، هذا اسمك يا وليد من واسط بالقرعة اليومية، فزت ويانا ودخل اسمك بالقرعة الأسبوعية. خلي أشيل الأسماء لهذا اليوم على صفحة وأخلي وليد من واسط فاز ويانا. عندنا دنيا من واسط ما شاء الله، يعني أهل واسط لهم مشاركات فاعلة. دنيا من واسط، وعندنا أنمار من بابل أيضا فاز ويانا بالقرعة اليومية خلال أيام الأسبوع. عندنا سليم من بغداد أيضا فاز ويانا بالقرعة اليومية، وعندنا فاطمة من بابل هي أيضا فازت ويانا بالقرعة اليومية. خلينا نشوف منو راح يكون سعيد الحظ ويفوز. طبعا هذه الأرقام هذه الأسماء يفوز ويانا بالقرعة الأسبوعية، وخلينا نشوف هذا الاسم اللي ترشح ويانا. ما شاء الله وليد من واسط هو اللي فاز ويانا بالقرعة الأسبوعية. مبارك عليك يا وليد، مبارك عليك يا وليد، فوزك بالجائزة الأسبوعية اللي هي عبارة عن درع مقدم من مجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية، فضلا عن تبرك من ضريح الإمام الحسين عليه السلام. وليد اتصل بالأخوة بالكنترول بعد نهاية الحلقة حتى يعلموك، يأخذون معلوماتك ويعلموك كيفية تسلم الجائزة. مبروك لك يا وليد، مبروك لكل من شارك ويانا واستفاد من هذا التفاعلية الحية بيننا وبينكم إن شاء الله. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حلقة نهاية الأسبوع، حتى ألقاكم وحلقة جديدة إن شاء الله يوم السبت القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.